لما اجي اسال يا دكتور بوضوح عن تقييم حضرتك لثوره يوليو 1952 الشق الاول منها وهو الانجاز، ما هي حدود الانجاز؟ انا بقصد بحدود الانجاز هو انه ناخد مثلا عشان نسهل الامور مساله العداله الاجتماعيه. لما عبد الناصر وزع الاراضي الزراعيه استولى على املاك الاجنبيه اللي موجوده في مصر وعمل ما يسمى بالتمصير، ثم الراسماليه المصريه اللي تم التاميم في 61 وفي 63. السؤال لماذا كان يصنع كل هذا؟ الهدف الاساسي ايه؟ الهدف الاساسي كان ان مصر يجب ان تخرج من كونها بلد زراعي الى بلد صناعي. والسؤال هل حقق عبد الناصر هذا الهدف كاملا؟ بالقطع لا. هو حاول، بنى مصانع، عمل بنية صناعية كبيرة، دخل جزء كبير مما يسمى المجتمع الريفي الراكد الى عالم الصناعة وعالم التقدم، لكن بالنهاية هو لم ينجز انجازا مبهرا كبيرا بحدود الظروف والتحديات التي واجهته. حرب 67، تحديات الاستعمار، لأن الاستعمار ايضا والاستعمار كان موجود باسماء متعدده وكسر تجربته. يعني تصور، يمكن ان نتصور تجربه عبد الناصر التصنيعيه والتنمويه بدون 67 وهزيمه 67. اعتقد انه كان واعي فيما يطلق عليه تاريخيا او اعلاميا في ذلك الوقت مناوشات غزه في 55. هو رفض يعني انه يندلع او يشتبك مع مثل هذه المناوشات، وقال انا ماليش علاقه. وحتى كان في خطاب شهير للاداره الامريكيه وقال لهم انا مش معني بالامر ده، انا معني بالتنميه مش مجهول. وربما لذلك كانت 67. هو السؤال ده كان راي الاستاذ هيكل. يعني هذا الانجاز ما كان عظيما بمقاييس عصره، وعمل تنميه صناعيه كبيره بمقاييس عصره، اضافت مليون فدان اضافت مليون فدان للرقعة الزراعية، ووزعت والسد العالي كثير والكثير فيما يتعلق بحدود الانجاز. السؤال نرجع بقى للواقع بتاعنا. هذا الانجاز الذي تم الارتداد عليه او تم التقليل منه وتقليصه، اليس تصنيع مصر واستقلالها الاقتصادي هو احد الاهداف والقيم التي يحارب من اجلها كل المصريين على الرغم من اختلاف تياراتهم السياسيه؟ صحيح. يعني تكون ليبرالي، يعني تكون ليبرالي، تكون اشتراكي، تكون ماركسي، تكون ما تكون، تكون وطني مصري بسيط، ولكن قضيه ان مصر تستقل اقتصاديا ويبقى عندها استقلال اقتصادي وتصنيعها وتصنيع البلد والاكتفاء الذاتي ثم التصدير، ما هذه قيمه من القيم، مش كده؟ هذه الفكره كانت موجوده من ايام طلعت حرب، لكن الذي قام بعملها فعليا وعمل هذه البنيه الصناعيه كان ثوره يوليو وجمال عبد الناصر. طب سؤال هنا.